كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم جست من بعد تقول الكريم بوزويت اشني المادة اللي استهلك فيها باش يولي فيق بكري باسل فاضل. الحمل مبشرك بأيامات فيها برشا أحداث سعيدة تظهر ملامحها في الأيامات الجاية. الثور حابة نتكلم نعبر ونقول برشا كلام. ساطعة في مجال العلاقات العامة، أنت المرشح الأفضل باش تتولى قضية مهنية معينة. الجوزاء حاول أنك توفق بين القديم والجديد، ورد بالك لا تتردد في تقديم يد المساعدة لكل إنسان يقصدك. السرطان سلطان ناراه في حالة عشق، هات مبشرك بتطور مبروك سعيد وحاجة أخرى تتحسن علاقتك الشخصية بالزملاء. الأسد فما أخبار مفاجئة تزيد في حماستك في الخدمة وتخليك تزيد تعطي مجهود اللي يقول لك عم نسيت جو فسفس. العذراء لازمك تراجع روحك وتعاود تمشكي من جديد خاصة في بعض العلاقات. الميزان انا عجبتني طريقة تعاملك الجديدة، اسلوبك يعمل 66 كيف بررك ناجح. انت عاشة مالية واخبار سارة في طريق للعقربة، نحكي على العقرب. انت في حاجة للحب وخاصة زيدة في حاجة للدعم، خاطرك حنين وتستحق الخير. القوس لازمك تحل مخك وتكون اكثر اطلاع على كل ما هو جديد باش نجم تقدم. واضح. الجدي رد بالك لا ترمي الكرة، تحمل المسؤولية، راك شجاع وقادر على المواجهة. نتعديو للدلو في المجال المهني، فما صفقة مثمرة، وكان على الصعيد العاطفي فما برشا تتو ورات إيجابية. ونختموا مع الحوت، رد بالك لا تعطي فرصة للناس باش تدخل في حياتك الخاصة، حلوا مشاكلكم وحدكم وفما بداية جديدة الفترة الجاية. دقيقة حم.